مع الآيات تزدان الحكايا وبالترتيل تختلف المزايا. تفكر في كتاب تجد وصايا لها وهج تزال به الخفايا. قصة آية قصة آية. كعب بن الأشرف وكان ممن تفننوا في إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أنه في يوم من الأيام قدم إلى مكة فقالت له قريش: أنت سيدهم، ألا ترى إلى هذا الصنبور المنبتر، يعنون النبي صلى الله عليه وسلم، ألا ترى إلى هذا الصنبور المنبتر من قومه يزعم أنه خير منا ونحن أهل الحجيج وأهل السدانة وأهل السقاية؟ فقال كعب لهم: أنتم خير منه. فجاء الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم من السماء، فأنزل الله سبحانه وتعالى قوله: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. قصة آية قصة آية. جميل أن يكون الدفاع عنك من الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل في هذه السورة دافع عن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم حينما تهجم عليه ذلك المشرك ووصف النبي صلى الله عليه وسلم بما ليس فيه، أتى الدفاع من السماء. والدفاع من الله عز وجل عن نبيه ليس خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، بل إن الله جل في علاه يدافع عن أهل الإيمان، كما أخبر الله سبحانه وتعالى في قوله: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. وأيضا حينما أقرأ هذه السورة العظيمة سورة الكوثر أتذكر ذلك النهر وذلك الحوض الذي جعله الله عز وجل لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو المكان الذي ستلتقي فيه أمة محمد صلى الله عليه وسلم بنبيها يوم القيامة. طول هذا النهر طوله شهر، أبيض من اللبن وأحلى من العسل، آنيته بعدد نجوم السماء، من يشرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. لذلك وصيتي لنفسي ولأمة محمد صلى الله عليه وسلم أن نثبت على هذا الدين وأن نتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم حتى نلقاه على ذلك الحوض. وهناك وللأسف وهناك أناس من أمة محمد صلى الله عليه وسلم سيأتون يوم القيامة للقاء النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك الحوض، فتردهم الملائكة وتمنعهم من الوصول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: أمتي أمتي. فتقول الملائكة: ما تدري ماذا أحدثوا بعدك وبدلوا؟ فيقال: سحقا سحقا. اللهم ثبتنا على دينك وعلى سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. به التصوير قد فاق المرايا، به الإعجاز نكس كل رايا، وقصة آية ليست رواية، بل المصباح في درب الهدايا. قصة آية قصة آية.